انتوا تعودتوا مننا ان احنا بنناقش اخبار رسمية دايما وبنقول لكم الحكومة بتقول كذا، ايه رأيكم؟ سواء الكذا ده بقى انت مصدقه او مش مصدقه، هو في رقم رسمي طلع الحكومة بتقول لك انه نسبة البطالة في مصر بتنخفض. ايه ده بجد؟ اه والله. تعالوا نشوف كده الخبر الرسمي اللي طالع من الحكومة المصرية بيقول ايه عن انخفاض نسبة البطالة في مصر. معدل البطالة في مصر يتراجع إلى 7.1% بنهاية مارس. الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أعلن نتائج بحث القوى العاملة للربع الأول يناير مارس 23. بلغ معدل البطالة 7.1% من إجمالي قوة العمل بانخفاض كام؟ 1% عن الربع. أنا آسف يا جماعة بس هو انخفض والله. يعني هو 1% بس هو انخفض، يعني ده إنجاز فلازم إن احنا نتوقف عنده ونتكلم عليه. طيب انخفض قد ايه بقى الواحد من 10% في 3 شهور ده؟ يعني في كم واحد اشتغلوا في الفترة دي؟ بحسب بيان الجهاز سجلت تقديرات حجم قوى العمل نحو 30 مليون و571 فرد مقابل 30 مليون و344 فرد خلال الربع السابق بنسبة ارتفاع مقدارها 7%. وقوة العمل في الحضر 13 مليون 255 وفي الريف 17 مليون 316 وعلى مستوى النوع بلغ حجم قوة العمل 25 مليون و190 ألف فرد للذكور والإناث 5 مليون و381 فرد. طيب العاطلين عن العمل بقى قد ايه؟ 2 مليون و171 شخص دول العاطلين عن العمل بنسبة 7.1%، وهم 3 مليون دول إجمالي قوة العمل. فإحنا الحمد لله حصل عندنا انخفاض في نسبة العاطلين. قدره كام يا جماعة؟ قدره 14,000 واحد. ايه ده الله، يعني انتوا وظفتوا 14,000 واحد في 3 شهور؟ اه يعني الخبر ده وكل اللي احنا بنعمله ده لان انتوا البطالة قلت 14,000 مصري؟ ايوه. وانت مش شايف ان ده انجاز؟ لا لا انا ما بقولش حاجة والله، يعني انا بس بتكلم باخد وبدي مع نفسي يعني. فحضرتك عزيزي المشاهد اللي هتدخل معنا في الاتصالات كمان شوية، الحمد لله البطالة انخفضت بنسبة 14,000. شغلوا 14,000 واحد في 3 شهور. مصطفى مدبولي كان بيقولك احنا هنشغل 1,000,000 واحد في مش عارف في السنة باين. فالحمد لله في 3 شهور بس جابوا 14,000. فانت احسب بقى لو في 3 شهور 14,000 يبقى في التسعة الباقيين هيبقى كام؟ فهيجيبوا كام من المليون؟ تعرف الحكومة بتعمل ايه. طيب تعال نشوف كده نسبة البطالة ما بين 13 و23 وضعها ايه. شوية ارقام برضو مهمة شوية. 2013 كان في 3,649,000 عاطل. 2023 الحمد لله بقى في 2,171,000 عاطل. في 2013 كان في 23,600,000 واحد بيشتغلوا. في 23 بقوا 28,400,000. الحد الأدنى في 2013 كان 1,200 جنيه بيجيب 20 كيلو لحمة. الحد الأدنى في 2023 3,500 جنيه بيجيب 8.5 كيلو لحمة. حد يقول لي أنت من يومين كنت بتقول الحد الأدنى ده بيجيب 9 كيلو لحمة. آه حضرتك، ما اللحمة بتزيد. فإحنا كل حلقة هنناقش فيها الموضوع ده هتلاقي السعر مختلف لأن اللحمة بتزيد مش ثابتة. طيب تعالوا نشوف كده العاطلين في مصر الشرائح العمرية بتاعتهم. خلي بالك أنهم قالوا 14,000 نسبة البطالة اللي قالت. ما طلعوا لنا السؤال يا جماعة لو سمحتوا. طيب نشوف تفاصيل العاطلين وبعدين نطلع السؤال، مفيش مشكلة. شوف يا سيدي، 60% في الفئة العمرية من 15 لـ29 مش كده، و 39.7% في الفئة العمرية من 30 لـ34 سنة، 81.7% من إجمالي العاطلين هم حملت مؤهلات عليا، 43.9% من حملة المؤهلات الجامعية وما فوقها. طيب يبقى ده موضوع العاطلين عن العمل. السؤال بقى اللي حضرتك شايفه قدامك ده انخفاض معدل البطالة في مصر، ما رأيك؟ الانخفاض ده تبين بالبحث والدراسة والتدقيق أنه 14,000 واحد، فانخفض معدل البطالة بمقدار 14,000 وظيفة. في 14,000 واحد اشتغلوا في 3 شهور يا جماعة الحمد لله. تعال نشوف كده السيسي كان بيتكلم بيقول ايه على موضوع الشغل والبطالة عشان ابدأ في استقبال اتصالاتكم على طول، ما نطولش عليكم اكتر من كده، نتابع. بمناسبة الصحة، شوف انا لما بشوف اي حد شغال في حاجة في ببص لشكله، اول ما بلاقي وزنه زيادة بقول ما بيشتغلش، اول ما بلاقي وزنه زيادة بقول ما بيشتغلش. اللي بيشتغل ما بفيش مجال، ما بفيش مجال. صحيح. فبالمناسبة قمة الصحة في ان احنا نخلي بالنا من نفسنا شوية.
طيب التمن ده يبقى على حساب الاسر؟ لا، يعني مرتبات الناس. وبقول لكم تاني وبسمع كل المصريين، اذا كان عندنا ما يقرب من 7 مليون موظف الحكومه، فمليون منهم كفايه، مليون منهم كفايه. ده كلام عبد الفتاح السيسي. رساله بتقول لي اه طبعا انخفضت، والدليل ان معظمنا قاعدين من غير شغل او دخل. حد بيقول هو احنا عندنا بطاله؟ ده الشباب من كثره الوظائف اللي بتعرض عليهم والمرتبات من كثرتها بيتبرعوا بيها. طبعا الناس واضح انها بتتريق على الخبر. بالتاكيد معدل البطاله انخفض في عهد السيسي باماره غلق المصانع والشركات، بيعها المستثمر الاماراتي او سعودي، تشريد الاف العمال، قانون البناء المغلق منذ 10 سنوات اللي دمر حياه طائفه كبيره من الارزاق. دي منظومه فاشله. اذا كان السيسي بالدف ضاربا فشيمت الحكومه الرقص والتطبيل والتدليس. معانا محمد من مصر، اهلا بيك يا محمد. محمد وطي التلفزيون يا محمد لو سمحت عشان لا ننتقل لمتصل اخر، انا عايز اسمعك. وطي التلفزيون لو سمحت عشان تسمعني من التليفون فانا اسمعك على طول. ماشي يا معالي الباشا. اتفضل يا باشا. ايوه يا محمد ازيك؟ الله يخليك. اتفضل يا محمد. مع الدكتور اسامه انا؟ انا اسامه معاك وانت على الهواء. ايه رايك؟ الحكومه بتقول معدل البطاله انخفض. والله انا عايز اتكلم عن السؤال ده، وعايز اتكلم في نقطه كده معلش يعني. اتفضل. ممكن؟ اتفضل. ممكن؟ يلا محمد قول انا معاك. ايوه. أنا كنت عايز أتكلم بس عن المدة لأحمد طنطاوي. يلا قول رأيك، ماله أحمد طنطاوي؟ أحمد طنطاوي دوت بصراحة من أيام ما كان بيستضيف وائل الإدراشي، هو فعلا كفاءة وهينفع الشعب المصري فعلا بصراحة يعني. كويس. دي النقطة اللي عايز أقول لحضرتك عليها. أما بعد كده بالنسبة للبطالة، انخفاض البطالة هو كان في أساسا في حد بيشتغل عشان في انخفاض. جميل. انا محمد بعتذر لك، انا الحمد لله سمعتك وانت بتقول احمد طنطاوي بس صوتك فيه مشكله. بشكرك جدا يا محمد. ابو انس من مصر، اهلا بيك. ازيك يا دكتور اسامه لست البرنامج، حياكم الله وبياكم. اهلا وسهلا الكريم، شكرا للاستضافه. بالنسبه للبطاله والعطاله، يعني احنا اليد العامله عندنا 10% بس شغاله، و90% حتى اللي بيعملوا في الحكومه دي بطاله يعني مقنعه، معينينهم بالواسطه، دول كلهم بالواسطه حاطينهم في اماكن ومش في احتياج ليهم. فدي المشكله، يعني ما فيش عجله انتاج دايره، ازاي يبقى فيه عندنا عماله؟ الانتاج واقف، الصناعه، الزراعه، كل حاجه واقفه، كل حاجه. الدكاتره بيهاجروا، وكل الايد العامله واللي عندهم مهاره والكفاءات كلهم برا مصر. قطاع السياحه لوحده في العاطلين عن العمل كانوا بيشغلوا بتاع حوالي يمكن 10 مليون. أيوة. دلوقتي ما فيش 2 مليون شغالين و8 عاطلين. يعني اصبحت البطاله في كل مكان تشوفها في مصر، بالذات في القرى والنجوع. ممكن المدن فيها بعض يعني بعض الاشغال، انما القرى والنجوع عندنا 5000 قريه في مصر فيهم 70 و80% بطاله، عايشين على الكفاف، ما فيش يعني، معدمين تحت الصفر. وبعد كده ان الحكومه، ما عندك الجيش والشرطه، دول ما بطاله برضه، دول بطاله مقنعه وبياخدوا فلوس. بيفيدونا بايه؟ القضاء بيفيدنا بايه؟ ما فيش اي حاجه. الدوله كلها بتتنهد على شويه حراميه ويقول لك البطاله. طب الناس اللي عندها بطاله بتديها عن البطاله زي دوله محترمه. المريض ما بيلاقيش يتعالج، والمعوش فلوس ما بيلاقيش ياكل. بس معلش ابو انس، ابو انس عايز بس اتناقش معاك حاجه. دكتور، انت قلت كلمه خطيره دلوقتي. يعني ايه الجيش والشرطه والقضاء لازمتهم ايه؟ لا، دي مؤسسات دوله وليها لازمه كبيره جدا. ما ينفعش دوله من غير جيش ولا شرطه ولا قضاء. قول لي فايده واحده بتفيد انا كمواطن، ايه اللي بستفاد؟ يعني ايه اللي انت مش بتستفيد اي حاجه، لا من الجيش ولا من الشرطه ولا من القضاء؟ معقول ده؟ طيب واضح ان احنا فقدنا ابو انس، شكرا جزيلا. عايز بس اتوقف عند تعليق على تويتر عندي، في لما طرحنا سؤال الحلقه فجاءني تعليق من السيد سامح ابو عرايس. طبعا سامح ابو عرايس اللي مش عارفه له صولات وجولات مع حورس والماسونية والعين بتاعة حورس، عارف انت سامح ابو عرايس كان منتشر يعني، اكيد الناس كلها عارفة سامح ابو عرايس. فهو الحقيقة ضيف دائم عندي على تويتر الفترة الاخيرة، فردد على السؤال الحلقة بشكل لطيف جدا. بيقول ايه؟
السبب في انخفاض البطالة هو مشروعات الدولة الكبرى التي خططها السيد جمال مبارك وينفذها الرئيس السيسي، والتي وفرت الملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات كثيرة، خاصة التشييد والبناء والمقاولات والبنى التحتية والصناعات المرتبطة بها، وستمهد هذه المشروعات لجذب استثمارات مستقبلية أيضا. شيء جميل يعني. سامح أبو عرايس بيقول لك أنه اللي احنا فيه دلوقتي ده لأنه السيد جمال مبارك خطط للمشروعات. فأنا الحقيقة بضم صوتي لصوتك سامح، أرجوك تبعت للسيد جمال مبارك تقول له خسارة، خسارة أنه هو تعب وخطط وعمل كل المشروعات دي وغيره بيحصد. ليه السيد جمال مبارك ما يترشحش للرئاسة في 2024 ويجي يكمل المسيرة الناصعة البياض اللي كان أبوه عاملها والمشروعات اللي هو خططها، بدل ما الراجل قاعد يزرع والسيسي اللي بيحصد دلوقتي؟ ما هو معلش يا عم سامح، جمال مبارك جهة والسيسي جهة، ما تقنعنيش ان هم حاجة واحدة يعني. فمعلش حاج ابو عرايس، بس لو تبلغ السيد جمال ان احنا شاكرين جدا تخطيطه للمشروعات، اتمنى يكمل جميله، ترشح للرئاسة قصاد السيسي وينزل يرازي فيه. وطالما هم المشروعات واحد ده خطط وده بينفذ، خلاص السيسي كفايه عليه كده، يجي بقى عم جمال يكمل بقى الحاجه اللي هو عملها عشان نتبسط كده والبطاله تقل اكتر والمجانين في نعيم يعني. علي من مصر، اهلا بك يا علي. يا علي مساء الخير يا دكتور. السلام عليكم. مساء الفل. وعليكم السلام. الاول بحيي حضرتك على ادائك السلس الجميل ده اللي بيوصل لعقولنا، بينورنا والله. اشكرك يا علي. يعني انا عندي اقتراح صغير كده ممكن يحل مشاكل مصر اقتصاديه وسياسيه واجتماعيه وكل حاجه، ممكن اقوله لحضرتك؟ اتفضل. يعني احنا فيها ايه لو عارفين ان الفتاح السيسي ده بيحب السلطه والمنظره وكده، نعمله ملك على مصر يملك ولا يحكم، واحنا نجيب رئيس وزراء بقى وانتخابات برلمانيه ونبقى دوله متحضره، ينفع؟ انت ايه رايك، هو يوافق بحاجه زي كده؟ ما هيبقى ملك اهو، ومعاه بقى المليارات اللي سرقها ديت، يروى نفسه ويبقى الملك انتصار والامير محمود والاميره ايه وكده، ويعيش حياته بقى ويفرس سجاده بالفلوس ويروى نفسه، ونصبه بقى برضه ملك زي الملك تشارلز كده. والله وهيحب السلطه. فكره حلوه يعني، اقتراح يعني يا ريت يوافق عليه. والله جميل يعني، ده كويس. انا وبعدين بشكرك يا علي، والله دي فكره عظيمه. الملك يرضى هو يوافق بحاجه زي ملك على مصر، ولبسه برضه الجبل الاسكتلندي ديت اللي هي بتاعت الامير تشارلز دي. جميل. بس ما يرفعهاش لصدر، ما يرفعهاش لصدر فوق عشان ركبه ما يبانش. ده مقترح عظيم يا علي، والله انا يعني بحييك عليه. اتمنى والله الزملاء والله انت عارف يا دكتور، استنى بس جالي وانا قاعد عاطل بفكر. استنى بس هقول لك حاجه وبعدين ارجع لك. اتمنى والله بس يعني اقتراح علي ده ننشره كده للناس على السوشيال ميديا، لانه اقتراح جميل قوي ان عبد الفتاح السيسي يبقى ملك ويلبس الجيبه بتاعه الملوك دي، وهيتبسط يعني وهتبقى كويسه. كمل يا علي اتفضل. الاقتراح ده وانا قاعد عاطل عن الشغل وما بشتغلش، اللي بقول لك معدل البطاله ده، انا قاعد اقسم بالله قاعد بقالي سنتين، اقسم بالله قاعد بقالي سنتين ما بشتغل. هتقول لي باكل منها، هقول لك ابويا اللي بياكلني. اقول لك ايه، معايا بكالوريوس تعلمت 20 سنه في دوله ظالمه، مشكورك وحاكم ظالم وشعب جبان. شكرا جزيلا يا علي، اقتراح لطيف جدا انه السيسي يبقى ملك والملك انتصار. اسرقوا براحتكم يا جماعه وسيبوا البلد يحكمها رئيس وزراء، بس انا خايف يجيب موسى مصطفى موسى رئيس وزراء تبقى مصيبه سودا. معانا سيد من مصر، اهلا بيك يا سيد. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. الحمد لله. انا عندي مقترح حلو تاني للنخبه المصريه كده. يلا اتفضل. احنا عندنا 33000 كيلو ترعة. 33000 كيلو ايه؟ 33000 كيلو ترعة في مصر. بقترح عليهم عشان يزودوا العماله. بقترح عليهم عشان يزودوا العماله يزرعوا حوالين بتاع الترعة دي نخل عشان البلح يكتر والعمليات تبقى حلوه، واخد بالك؟ ويعينوا 33000 واحد على الترع دي، هيحافظوا على الثروه السمكيه وهيحافظوا على نظافه الترع وهيحافظوا على الميه. طيب يعني بشكرك يا سيد. أنا يعني للاسف صوتك برضو مش واصل بشكل كويس، بشكرك جدا. ابراهيم من مصر، اهلا بيك يا ابراهيم. ازيك يا دكتور وسام؟ اهلا وسهلا.
الو السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ السلام. هي البطاله يا دكتور زي ما هم بيقول لك انخفضت، بالدليل عندكم في دمياط ان العمال اللي النجارين اللي قاعدين على القهاوي اللي قاعدين في كل حته مش لاقيين شغل من اللي شايفينه. يا دكتور اسامه النهارده لما اروح نجيب متر عرب نجيبه ب 60,000 جنيه، ولو تشبان نجيبه ب 80,000 جنيه ب 48,000 جنيه، يبقى هنشتغل ازاي يا دكتور اسامه؟ هو بيتكلموا بس لازم يحلوا البضاعه، يقول لك انخفاض 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 من ساعه ما قفلت المباني والبضاعه زادت تلت يعني 300%. انت لو كنت فتحت المباني ما كنت عملت اسره والدنيا شغاله والدنيا والعمليه ما حدش كان يحس بيك، اما انت كشفت نفسك بقفل المباني والدنيا ايه وقفت بكده. وكل الاقتراحات اللي بتتقال ديت يعني هو لا هو شعبندر التجار، احنا هنقول هو شعبندر التجار نبيع البلد دي ونبيع الحته دي ونبيع الحته دي، ما هو شعبندر التجار بيبيع ايه؟ بيبيع ما بيشتريش، عمال يبيع هنا ويبيع هنا والدنيا والدنيا واقفه وكل حاجه واقفه. اللي بيقول لك البطاله ناقص ديت ابدا، ده بتزيد كل يوم عن اليوم يا دكتور اسامه. والواحد والله الواحد مش عارف يعمل ايه، ولا عارفين نشتغل ولا عارفين نجيب، حتى اما نيجي نعمل واحد وتطلب ما نقول له ب 30,000 ولا 35,000، الراجل يقول لك هروح اجيب اجازه، يروح يجيب اجازه لا ب 40,000. الراجل الناس هتعمل ايه يا دكتور اسامه؟ الدنيا ضايعه خالص والله، ما عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل اي حاجه، اقسم بالله ما عارفين نعمل. قالوا لنا الغيره اللي كنا بنجيبه ب 40 جنيه بقى ب 200 جنيه يا دكتور اسامه. انا بكلمك على مهنتي اللي هي عندكم في البلد. انا في الجيزه مهنتي في الجيزه بعمل عادي، اننا مش عارفين نشتغل ولا عارفين نعمل اي حاجه. كيلو الخشب اللي كنا بنجيبه ب 3 جنيه ب 4 جنيه بقى بنجيبه ب 18 جنيه، المتر الخشب السويدي بقى ب 14,000 جنيه و 15، مش عارفين نشتغل. اللوح الابلكاشن اللي بنجيبه كنا بنجيبه ب 60 70 جنيه، النهارده دخل 340 جنيه، هنعمل ايه ولا ايه؟ يقول لك البطاله مش مدعمينا في اي حاجه، ولا في زياده مرتبات ولا في زياده حاجه. المرتبات بتزيد للشرطه والجيش اللي ما بيعملوش حاجه الا يعني قتلهم في كروشهم وبس. هو بيفتكر ان هم بيحموا ابدا، بس اليوم جاي بنقول لهم اليوم جاي بشكرك. ربنا هيجيبه قريب جدا. شكرا لك يا ابراهيم، بشكرك جدا. رسالة بتقول حضرتك تقصد ازدياد معدل البطالة بالملايين، موظف الحكومة بيقال عليهم ان هم بطالة جديدة على المجتمع. انا مش بفهم في السياسة، لكن قالب بقى اقتصاد بيقول ان اللي بيحصل ده خطة مدبرة ومنفذة لازدياد الفقر في مصر عشان الشعب المصري يبقى مستهلك لمنتجات الدول الاخرى، مش عايزين مصانع ولا انتاج داخل الدولة. للأسف المتحكمين في النظام بيساعدوهم على ده عشان يفضلوا في مناصبهم. طيب معنا ام ياسر من مصر، اهلا بيكي أم ياسر. طيب رسالة تانية بتقول دي حكومة فاشلة، لازم توضح كم عدد الخريجين من الكليات والمعاهد العليا والمدارس الفنية، كم واحد فيهم تم تعيينه سواء في الحكومة أو القطاع الخاص أو العام، والباقي بديهي ينضم لطابور العاطلين، لكن هنضرب رقم وخلاص، انتوا حكومة كدابة. ده أبو علي مواطن مصري. طيب معنا محمد من مصر، أهلا بك يا محمد. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام. شوف يا دكتور، النهاردة طلع تقرير بعجز الميزان التجاري 2 مليار دولار. معنى ان بلد يحصل يكون فيها عجز في الميزان التجاري، يعني مفيش انتاج. طب ازاي مفيش انتاج والقوى العامله وانت عندك بتقول البطاله؟ دي حاجه. تاني حاجه نقص المواد الخام المستورده من بره اثرت على مصانع كتير كانت شغاله والمصانع دي قفلت. دي تاني نقطه، يعني هو النهارده موقف الاستيراد عشان يحافظ على السعر الوهمي للدولار. مفيش مواد خام بتيجي البلد، بتخش البلد. طب ازاي اللي انت بتقول ان ايد العامله البطاله قلت؟ يا دكتور كل الكلام ده اكاذيب، لان المثل المصري بيقول شوف اسمع كلامك صدقك اشوف امرك استعجب. الكلام ده كله غير حقيقه على ارض الواقع. ايوه، غير ان كل يوم في قطاعات بتتدمر نتيجه الفشل الحكومي في اداره الازمه في مصر. يعني ما الكلام طيب غير واقعي خالص. بس هو في نقطه انا هكلمك عن نفسي، انا هكلمك عن نفسي، انا قاعد من غير شغل.
طيب هو هو في نقطة أنا عايز أسألك عليها. هم الحقيقة الرقم اللي بيقولوه مش كبير، يعني هم بيقولوا البطالة انخفضت، لما شفنا الرقم لقينا انخفضت في 3 شهور 14,000 واحد، يعني هم وظفوا في 3 شهور 14,000 واحد. أنت شايف إن الحكومة المصرية لما توظف 14,000 بني آدم في 3 شهور دي حاجة كويسة ولا وحشة؟ إجازة دكتور إجازة، هو الناس اللي بتطلع كل سنة بتخلص الجامعة مليون، ده على كلام الحكومة، ده غير الناس اللي من السنين السابقه اللي ما اشتغلتش. يعني 14,000 بالنسبه لمليون، يعني 14 على 1000 يعني، او 14 على مليون، ما فيش يعني النسبه لا تذكر، نسبه لا تذكر. وبعدين انت ما كل الشغل اللي هو بيفتحه في البلد شغل قوات مسلحه اللي بيشتغل فيهم جنادين مش مواطنين مدنيين. يعني انت لما بتتكلم مثلا يجي يقول لك شارع العوينات، شارع العوينات دي فيها شغال فيها واحد مدني، مش شغال طبعا فيها واحد مدني، كل اللي فيهم جنادين. مزارع القوات المسلحه بتاعه الثروه الحيوانيه شغال فيها مين؟ مجندين. مصنع المكرونه بتاعه اللي هو راح فتحه دوت، ولا مصنع البطاطس اللي شغال في مين؟ مجندين. فما فيش مش مدنيين اللي بيشتغلوا في القطاعات دي، كلهم من المجندين اللي بيقضوا. المفروض ان دي خدمه للوطن، بس هو خدمه للجنرالات مش خدمه للوطن. جميل، بشكرك جدا يا محمد، شكرا جزيلا، دايما مداخلاتك بتبقى مفيده وفيها ارقام ومعلومات قيمه. حسن من مصر، اهلا بيك يا حسن. ونجربه قدامك والله، اشتغلت النفل ودور وشم ودور واطلع على طول. حسن، حسن انت معانا؟ طيب فقدنا حسن. تمام، معانا عبد العزيز من مصر، اهلا بيك. استاذ اسامه اهلا وسهلا. انا معلش اذن حضرتك الاول. تمام الحمد لله. انا بس عايز اشرح حاجه موضوع البطاله ده، ان كل اللي بيتخرج بيبقى عنده 22 23 سنه بيتخرج من الكليات، تمام؟ فبالتالي وبيروح الجيش يقعد له سنه وسنتين، تمام؟ فبيطلع فقد كل مؤهل هو اتعلمه، وبالتالي هو الجيش عنده مصانع شغاله فيها خلاص ب 340 جنيه ولا 340 جنيه، خلاص مفيش مهاره، لان هو الناس اللي اتعلموا في الجيش وبيشتغل للجيش، لان الجيش كل شويه حضرتك او الشرطه بياخدوا الطالب من دول او الانسان من دول بيشغلوه بالسخره لمده سنه وسنتين، تمام؟ وفي ثلاث سنين برضه بيقعد ثلاث سنين ببلاش، واحد دفعه خارجه ودفعه داخله، دفعه خارجه ودفعه داخله، والبطاله شغاله خلاص، فبيطلع ما بيكتسبش اي مهاره، فبيطلع مش هيلاقي شغل. فبالتالي في بطاله، عقبال ما يدور على شغل بيوصل سنه 26 سنه عشان يكتسب مهاره وشركه او اي بتاع يقبله. طب انا بقى مين شركه هتاخدني وانا عندي 30 سنه ولا 31 سنه؟ انا عايز خلاص بدات في السن بقى اللي هو مش ما عنديش قدره ان انا يعني خلاص فقدت الامل، ابدا من الاول وجديد تاني. فدي صعبة يعني، هي أساس الموضوع ده كله الجيش والشرطة حضرتك، اللي بياخدوا الطالب أو ياخدوا العامل يضيعوا من عمره سنة وثلاثين كان المفروض يتاخد فيهم خبرة، تمام؟ ويشغلوه، يطلع بعد سنتين تيجي دفعة تانية يدخل برضه سنة وسنتين، يطلع دفعة تالتة وهكذا وهكذا، والمصانع عندهم شغالة والشركات بتاعتهم شغالة بعمالة غير ما بتاخدش مرتبات وما بتاخدش أي حاجة وما بتتعلمش غير صفحة وانتباه، هيطلع ياخد خبرة يشتغل إيه؟ فطبعا البطالة بتفضل أزيد. هو الافضل بقى نرجع للصبي بتاع الورشه اللي بيتعلم ويطلع ميكانيكي ويطلع بتاع ويطلع كذا، هو ده اللي شغال، لكن المتعلمين كلهم بطاله كلهم. ومش هقول لك حضرتك مثلا لا ده دكاتره ومهندسين ومحامين لا مؤاخذه واقفين في بنزيمه بيمولوا محامين ودارس وكل حاجه واهله صرفوا عليه قد كده. طيب بس برغم كل اللي انت بتقوله ده عبد العزيز، الا ان الحكومه بتقول احنا نجحنا في 3 شهور نوظف 14,000 واحد، انت شايف ان ده رقم كبير ولا قليل؟ 14,000 بنسبه نص يعني نص في القلب. انت عندك قد ايه حضرتك كل سنه بيتخرجوا؟ عندك قد ايه مثلا الصنايع بيطلعوا اصلا في الصنايع ما بيفهموش حاجه؟ يعني بيطلع. طب انا هقول لك على حاجه، انا حضرتك كمل. معلش حضرتك اتفضل. معلش انا اسف، انا ابن حضرتك النهارده التعليم بفلوس، تدفع فلوس تاخد شهاده، تدفع فلوس التعليم تاخد شهاده. اي كليه او اي معهد او اي حاجه، تمام؟ وانا بتكلم عن تجربه شخصيه،
ان ابني جايب تقدير عالي جدا وما راحش خالص اصلا. تعليم خاص بيروح يدفع فلوس ويطلع والشرطه عايزه كده وعارفه كده. ده استاذي بياخده منه مش عارف 700 800 جنيه عشان يديله الشهاده. قال ايه تدريب عسكري؟ الله، ما انا داخل الجيش بعد كده اعمل ايه؟ عشان ياخد شهادته. طيب بشكرك عبد العزيز، شكرا جزيلا. معنا محمد، اهلا بيك يا محمد. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله. اخي انا اخوكم سوري ولكن مهتم بالشأن المصري. أهلاً وسهلاً. مصر بلدنا، تجمعنا مصر بلد العرب كلهم. أسأل الله أنه يزيل الغمة عن مصر وعن عن سوريا. أمين. كل الأنظمة العربية تشبه بعض البعض الآن. أمين. الهيئة التي أعلنت، يعني كل الهيئات الحكومية مشكة فيها في أرقامها أصلا، لأن الدفاتر دفاترهم يعني. نعم، نحن شاهدنا أنه تدمير الاقتصاد المصري لمصلحة الجيش، لمصلحة الجيش. خذ مثال، يعني مثال التدمير صناعة الدواجن في مصر، كان تدمير ممنهج، يعني مئات الآلاف من الأشخاص تم تسريحهم من العمل من شان الجيش المصري هو الذي يستورد الدجاج. في شخص سألني، طيب السيسي ألم يقترض أموال كثيرة ليعمر مشاريع ويعمل كباري؟ وهو الرجل عمر وبنى مباني كبيرة جدا، يعني هذه ليست إنجازات؟ أنا يعني أعتقد أنه السيسي فاتورته كبيرة جدا، يعتمد وجوده في السلطة على الفساد، وأنه المرتزقة بالجيش المصري هو مضطر أنه يعمل مشاريع دائما لكي يسلمها لهؤلاء، وهؤلاء طيب يعملوا منها مصالح ماديه. عايز اسالك سؤال يا محمد اذا تكرمت، بعيدا طبعا عن الموضوع، لكن طبعا هو في صلب الموضوع الابرز النهارده، يعني بماذا شعرت عندما رايت السيسي وهو يصافح بشار الاسد في جده على هامش القمه العربيه؟ والله يا اخي بالبدايه يعني كان شعور سيء جدا، يعني نحن كان عندنا امل انه يتحركوا. للأسف الشديد يعني هي الأنظمة هذه كلها أنظمة مجرمة، مجرم يصافح مجرم، والأنظمة العربية من مصلحتها أن يبقى بشار الأسد وأن يبقى مثل هؤلاء، لأنهم يشبهون بعضهم للأسف. وطوق النجاة الذي يحاولون أن ينقذوا به بشار الأسد هذا لم يكن مستغربا، ولكن نحن يعني لسه عندنا كان أمل بسيط بهذه الحكومات، ولكن الآن كل شيء انتهى. الجامعة العربية لا تمثل الشعوب، تمثل الأنظمة وفقط. لا يوجد حل لنا إلا أن نلجأ إلى الله، والله العظيم لا يوجد حل إلا أن نلجأ إلى الله. أغلقوا علينا كل المساحات السياسية، وأنا أخاف أنه السيسي مستعد أن يقتل ملايين المصريين حتى يبقى على سلطة الحكم. السيسي يختطف الشعب المصري بالسلاح، أقسم بالله العظيم هذا ما يحصل. مشكورك يا محمد، يختطف الشعب المصري بالسلاح. شكرا جزيلا لكم، سعيد جدا بتواجدك. أهلا وسهلا بك وبكل الأشقاء في سوريا. معنا حسين من مصر، أهلا بك حسين. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام يا دكتور. أجيب لك من الآخر يا دكتور. تفضل يا دكتور. كل اللي بيصل ده وحوار وطني واللي نازل ده طنطاوي وبتاع، كل الكلام ده تمثيليات يا دكتور. عشان البلد دي تتعادل لازم الحق يرجع لأصحابه، لازم الشرعية ترجع. الناس غايبة، الناس اللي جوه دول بقالهم دلوقتي 10 سنين جوه ليه؟ هم قاعدين جوه ليه؟ وصابين ده كله ليه؟ لو الشرعية مش راجعة طب ما يخرجوا بقى، لكن هم قاعدين جوه عشان هم ممسكين بالشرعية. لازم الشرعية ترجع. نعم. ممكن أسألك سؤال يا حسين؟ عشان نخش كي جي 1. حسين ممكن أسألك سؤال؟ اتفضل. إيه هي الشرعية اللي المفروض ترجع؟ الشرعية يرجع الحق لأصحابه. اللي هو إيه؟ الحق اللي هو السلطة. إنها ترجع لأصحابها، ده إحنا داخلين كي جي 1 لسه بنتعلم كي جي 1 الديمقراطية. ترجع لأصحابها إزاي؟ تعزل اصحابها. هو يرجعها، لان الشعب مش هيرجع حاجه. الشعب عيني مجبور عمره خلاص. الناس اللي جوه دول، لو اللي جوه دول ما عندهمش يقين ان ربك هينصرهم ويتجخر في الوقت المناسب وهيحصل معجزه، خد الكلام ده من البحر. السنه دي هتحصل معجزه من عند ربك، معجزه
عشان الناس ترجع حقها. انا بس يعني ربنا ربنا يعني يفك اسر كل المعتقلين ويخرجوا. بس انا بناقشك في حاجه، بس احنا في 2023 وانت بتقولي لازم الشرعيه ترجع، تمام، اعتبرني ممثل عن النظام المصري وبتناقش معاك كمواطن مصري ومستعد اعمل لك اللي انت عايزه. ايوه، يعني ايه الشرعيه ترجع؟ ما هو كان في رئيس منتخب وربنا يرحمه ويتقبله من الصالحين، مش موجود خلاص، هذا الرئيس مات. انت عايز شرعيه ترجع ازاي؟ الموضوع مش موضوع رئيس، الموضوع مش موضوع رئيس، ده موضوع شعب مصر. الموضوع مش موضوع رئيس، الموضوع ده شعب مصر. ده الحق ده مش حق فرد، الحق ده حق شعب. تمام، ده حق شعب لازم يرجع. دي 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 ناس اصلا مش هينفع معاها غير ربك. من الاخر كده يا استاذ اسامه، يا استاذ اسامه ربنا هيجخر في الوقت المناسب ويحصل معجزه السنه دي. شكرا يا استاذ اسامه، بشكرك جدا يا حسين والله. وانا مره تانية لما بناقش حد مش معنى كده ان انا ضد اللي بيقوله، انا بحاول اتناقش عشان نوصل لحاجه في الاخر. معانا عمرو من مصر، اهلا بيك يا عمرو. عمرو مش معانا. طيب، على كل حال بشكر عمرو، كان نفسي تكون موجود. بشكر كل اللي شاركونا على مدار الحلقة في الاتصالات والرسائل. ان شاء الله اشوفكم بكرة 7 بتوقيت القاهرة. تصبحوا على خير.